بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق على بركة الله وتوفيق شوطنا السادس من الأشواط المفتوحة لانطلاقات مسافة 2 كيلومترات، وتواصل هذه الشعارات المتواجدة بانطلاقة فئة القعدان الباحثة عن التتويج وعن الناموس بهذه المسيرة الحافلة بالإنجازات. نبدأ بحضراتكم لنتابع معكم مقدمة هذا الشوط، انطلاقة السيف لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فرامن، يتابع انطلاقة السيف الباحث عن الكيف وعن الناموس بانطلاقة المركز الثاني، وتابع بحضراتكم تقدم قادم القادم بانطلاقة بشعار سعادة الشيخ محمد بن حسن عبد الرحمن الثاني بمتابعة حمد بن لزيوح المري. نتواصل بالنداء مع المركز الثالث لنتابع لفان تعود الملكية لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني وراشد بن حمد بن علي المدوشي من يتابعه بعملية التضمير. المركز الرابع وتابع من الجانب الأيمن أحد الشعارات المميزة القادمة بهذه اللحظات، وصل سهاج لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني محمد بن برقان بن بقارح من يتابع بعملية التضمير. خامس الرحال من بدأ يشد الرحال المراكز المتقدمة بانطلاقته لسعادة الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني ناصر بن حمد بن مسبر الشوامني تابعه بعملية التضمير. هذه المسيرة، هذه الانطلاقة، لكن نعود إلى الصدارة إلى المقدمة. الله يا سهاج، سهاج على المركز الأول يحمل شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني بمتابعة بن برقان بن مقارح من يقدم لانطلاق السهاج، لكن وصلت الأسماء. يا سلام، انطلاق ذاتي، أداء مميز، شعارات حاضرة بقوتها بأداءاتها الكبيرة. ما زال سهاج على الصدارة، ما زال سهاج بانطلاقة المميزة القادم والواصل. مرسال مرسال يصل على المركز الثاني لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله الثاني ناصر بن علي بن البريص البري من يتابع بعملية التضمير. مرسال وسهاج، سهاج ومرسال اللحظات الأخيرة، لكن سهاج، سهاج هو الفايز، هو المتوج بهذه الانطلاقة الجميلة بهذا الأداء الجميل، حاملا لشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني بمتابع محمد بن برقاب بن مقارح. والنقطة الثالثة إن واصل على هذا الأداء لصالح هذا الشعار مع هذه الفترة الصباحية الجميلة المميزة لانطلاقات هذا الشعار الثاني والتبريكات. المركز الثاني وصل مرسال لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله عبد الرحمن الثاني. المركز الثالث كان الوصول من غير المنصور لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني. المركز الرابع وصل رحال لسعادة الشيخ فواز بن عبد الله عبد الرحمن الثاني. المركز الخامس كان الوصول من العميد لهجن الشحانية. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، تابعنا وشاهدنا معكم هذه المنافسة التي دارت بمسيرة شوطنا السادس. لنعود إلى ملخص شوطنا الذي انقضى قبل قليل، نتابع انطلاقات الأسماء والشعارات الحاضرة والمتواجدة. تابعنا سهاج من انطلق تقريبا من نصف المسافة وقاد المسيرة حتى خط النهاية بأداء كبير وأداء مميز بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني بمتابعة محمد بن برقاب بن مقارح من قدم لنا هذا الشعار، وحصل أيضا على 3 نقاط صباحية جميلة في هذا الصباح المميز الحافل بالإنجازات. التوقيت الزمني 2:59:69 جزء من الثانية، هذا هو توقيت سهاج. ثاني تبرك لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، الثاني لمحمد بن برقاب بن مقارح 3 دقائق بدون أي ثانية، 18 جزء من الثانية. ثاني التبريكات لمالك مرسال سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الرحمن الثاني، والثانية أيضا لناصر بن علي بن حمد الأبرس المري. المركز الثالث 3 دقائق ثانيتين 97 جزء من الثانية. ثاني التبريكات لمالك منصور سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني، والثاني لسالم بن حمد الدعب المري على هذا الفوز المستحق. ما زالت